السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهارده هكلم معاكم عن شوية نصايح كده هتسهل لنا تربية الطيور وهتزود لنا الانتاج. طيب ايه هي النصائح دي؟ هقول لكم عليها دلوقتي حالا، وبكده هنكون ان شاء الله ابتدينا في سلسلة الفيديوهات اللي هتكون طبعا كلها ريليتد ببعض، او يعني بتكمل بعض في الهواية. وهنكون كده انا بامر الله بحاول ان انا اوفي بوعدي معاكم، لان انا كتبت لكم في المنتدى عايزين نتكلم عن بدايات الهواية، ازاي تبتدي الهواية صح. ده اول فيديو في الهواية للمبتدئين، ان شاء الله يكون فيديو حلو. من اول الحاجات اللي هنتكلم عنها النهاردة هو ترتيب القفص، وايه الحاجات اللي هجيبها جوه قفص الطيور، واحسن نوع اجيبه لقفص الطيور. طيب هبتدي من احسن نوع هجيبه في القفص الطيور. الافضل ان احنا نجيب الاقفاص المربعه، ما بنجيبش الاقفاص الدائريه. القفص المربع افضل شيء. القفص الدائري بيسيب الطيور بتوتر وما بتعرفش تنتج بيه، لانك ما بتعرفش تحط فيه عش من الاخر يعني. طيب الحجم القفص بيتوقف على نوع الطائر اللي انت هتربيه، وفي الفيديو جاي ان شاء الله هقول لكم على افضل انواع الطيور اللي المفروض ان احنا هنربيها، بدايه من الاصعبهم ونهايه باسهل انواع الطيور اللي ممكن تربيها وتكون منتجه، وهل الطيور دي هتبقى مطلوبه في السوق ولا لا. طيب حجم القفص احنا اتكلمنا عنه، يعني حجم قفص الكوكاتيل لازم يكون اكبر من حجم قفص الفيشر او الروز. ولو عايزين بعد كده اعمل لكم فيديو مخصص لمقاسات كل القفاص بكل نوع من الطيور، اوكي ده اكتبوا لي تحت في التعليقات. من ضمن الحاجات اللي لازم ناخد بالنا بينها من القفص، ان الطبق الخاص بالقفص يكون بعيد، الطبق اللي بينزل عليه الراجي او الاخراج يكون بعيد شويه عن سلك القفص اللي هو اللي بيقف عليه الطيور في القاعده تحت في القفص نفسه. ليه؟ علشان الطيور عندنا ما تبتديش تلقط وتاكل من الارضيه، وتبقى دي مشكله، ويبقى عندنا سهوله في ان احنا نسحب الدرج زي ما انتم شايفين كده وننضفه. دي كده يعني الحاجه تعتبر الثالثه في القفص عند الطيور. طيب نيجي لحاجه مهمه قوي قوي بالنسبه للقفص بالطيور، طبعا النظافه زي ما انتم شايفين كده لازم ننظف للقفص، ودي هتسهل علينا قوي وهتزود لنا النظافه المستمره يا جماعه للارضيات، بتسهل علينا الشغل معاهم مع الطيور بتاعتنا، وكمان بتخلي ما فيش امراض عند الطيور. وبالمناسبه اللي انا برشه ده دلوقتي ده اكتوماسرين مع هفتكر لكم النوع التاني اللي انا حطاه عليه، حلو جدا ان التركيبه دي حلوه قوي مع بعض، بتسهل قوي التنظيف ما بيبقاش فيه فاش عند الطيور. نيجي لحاجه تانية وهي البياضه. البياضه بتختلف يا جماعه من كل نوع طيور للتاني، يعني دي بياضه كوكاتيل. بياضه الكوكاتيل لازم يكون حجمها كبير طول وعرض وعمق، عشان الكوكاتيل يبقى واخد راحته فيها. اللي عدى ده كان بياضه فيشر، وانا بحطها للبادجي عشان ياخد راحته جواها. طيب البياضه انا بحب يكون لها بابين، باب من فوق وباب امامي. الباب الامامي لازم نخلي بالي منه كويس قوي، لان انا لما بفتحه لازم تكون ايدي تحت منه، على اساس ان مفيش اي حاجه من الطيور الزغاليل الصغنونه دي تقع. والباب العلوي ده بيبقى حلو جدا. زمان انا غلطت وكنت بجيب ملهوش باب من فوق، فكنت بالتالي بضطر ان انا عشان اكشف على الطيور في بيض ولا لا بفتح الباب دوت، فكان بيحصل مشكله ان بيدخل صدمه او تيار هواء مباشر على البيض فالبيض بيكبس. ولكن لما الفتحه الفوقانيه دي، والطيور كمان كانت بتتفزع، الفتحه العلويه دي عفوا الفتحه العلويه دي يعني بفتحها ببطء شديد جدا، وبقدر اتابع وابص على الطيور اللي عندي جوه، فروخ، زغاليل، بيض، ايا كان الطيور الكبيره قاعده راقده ولا مش راقده. من ضمن الحاجات اللي هتسهل لنا وتزود لنا الانتاج في العشوش هو طبعا خامه العش. بيفضل الخامه يا اما دي يا اما الخامه البلاستيك اللي طالعه الجديده، ولكن مشكله ان البلاستيك دوت ان هو ممكن يتكسر مننا بسهوله، فاللي بيحب يجيب العشوش الخشب دي انا بحسها افضل. الافضل كمان ان احنا ندهنها بدهان في وقت بقى الصيانات اللي احنا بنعملها للعشوش، ندهنها بحيث ان احنا نقفل المسام بتاعتها، لان المسام بتاعت الخشب دي في الغالب لو ما احناش واخدين بالنا فبتربي الفاش او بتكسر من الفاش. عشان كده انا بحب احط اللي انتوا شفتوه المنقط ده على العشوش، دي كانت بودرة سفين انا بحطها على العشوش من وقت للتاني عشان الفاش.
وخدوا بالكم ان الحلبة والكلام ده كله في العشوش هي بتطرد الفاش يا جماعة، مش بتموت الفاش. يعني لو في فاش جوه في البياضة فهي هتطلعه بره البياضة، فانت كده ما عملتش حاجة. احنا بنحط الحلبة، ده حاجة خارجة كده عن الفيديو، بنحط الحلبة كوقاية من وجود الفاش، تمام؟ يعني بحطها كده جنب الاكتومسرين والحاجات اللي انا تركيبات اللي انا بحطها للطيور عندي علشان القضاء على الفاش. وعموما التنظيف المستمر ما بيخليش فاش في الارض في البيضات. نيجي لحاجة مهمة قوي قوي كمان، فرش العش بالنسبة لكل نوع من الطيور. كل نوع من الطيور يا جماعة ليه فرش عش مخصوص، وده هخصص له فيديو لوحده. نيجي بقى ردوا على نقطة مهمة قوي بتكلموني عنها، وهي المزائي من افضل الحاجات اللي ممكن تستخدموها مع طيوركو، هي المزائي البلاستيك الشفافة. بلاش قوي البلاستيك الغامق. ليه؟ لان البلاستيك الغامق ده هم كانوا بيضحكوا علينا زمان وبيقولوا لنا انتي بكتيريا، طلعت مش انتي بكتيريا ولا حاجه، هي حاجات كده معاد استخدامها، بودر من البلاستيك بيعيدوا استخدامه وبيستخدموه للاكلات للمزايا. فالافضل اللي هي الشفافه دي. الحلو كمان اللي هي الشفافه اللي هي الرابر، اللي هي مش بتدي بلاستيك قوي، بتبقى رابر مطاطه شويه، دي ما بتتكسرش كتير عند الطيور. ولكن خدوا بالكم من حاجه، ان المزاقي دي كلها بتسحب الحراره وبتربي احيانا بكتيريا لو اهملناها. ميزتها ان هي بتبين لي كميه الميه وبتبقى شفافه، انا شايفه الميه قد ايه، ويعني بحاول بقدر الامكان انا يوميا كده لازم انظف المزاقي. الحاجات الغامقه ما بتبين ليش كميه الميه اللي موجوده، وبتسبب فطريات وبكتيريا كتيره بالنسبه للطيور. فالافضل ان احنا نجيب البلاستيك. البلاستيك دي احجام فيها 100 مللي 50 مللي 25 مللي، وفيها ال 200 مللي وفي اللي اكبر من كده. وبرده لو عايزين بعد كده اكلمكم في فيديو لوحده عن احجام المزائي، ابقى برده قولولي في التعليقات. طيب المزائي دي طبعا بتبقى حلوه قوي وموضحه لي كل حاجه، بقدر سهل ان انا انظفها. وطبعا بتختلف المزقه من نوع الطائر للاخر، يعني الكوكاتيل انا بحب احط له المزقه ال 200 مللي، الفيشر بحب دايما احط له ال 100 مللي، برضو اللي هو اللهم صل على النبي اللي هو البادج بكل احجامه برضو بحط له ال 100 مللي. مفيش غير الزبرة والكناريا هي اللي بحط لها ال 25 مللي. بس خدوا بالكم يا جماعه، المزايا ال 25 مللي دي هم كانوا عاملينها ليه؟ لان انت لو مسافر بطير مسافه يعني سفر او حاجه، فمش هتاخد مزقه كبيره بالحجم دوت اللي هي ال 100 مللي للطائر الا اذا كنت مسافر مسافه كبيره قوي. لكن لو انت بتنقل طير من مكان لمكان في موجه حر زي اللي احنا فيها دلوقتي، فاللي هي المزايا او المشربيات الصغنونه اللي هي ال 25 وال 50 مللي دي مخصصه للطوارئ اللي احنا بننقل فيها. سفريه يعني هبعت طير لحد، هاخد طير من حد، فالمزقه الصغنونه دي للاستخدام ده. عازل طائر لوحده فبتجيب له مزقه صغنونه علشان تقدر ان انت تقيم شربه للميه قد ايه قدامك. دي ملحوظه حابه ان انا اقولها لكم. والحاجات دي كمان والنصائح دي كمان بتسهل لكم قوي تربيه الطيور وبتزود لكم الانتاج. ليه بقى يا ضحى بتزود الانتاج؟ لان طالما جبت عش مساحته حلوه فالانتاج عندك هيبقى كويس. طالما جبت عش وحطيت له اللي هي الباودر وعفرته تمام تمام، مش هيبقى عندك اللي هو حشرات، فبالتالي الانتاج هيبقى زي الفل وهيبقى كتير. كمان المزقه لما بتغيرها وشفافه بالشكل دوت وبتغير الميه اللي فيها وبتغسلها باستمرار، هتزود لك الانتاج. حجم القفص من طير لاخر من نوع طائر للتاني، لو جبت كوكاتيل حطيته في قفص صغير يبقى حرام علينا، انت كده بتحجمه اكتر ما احنا محجمينه في الاقفاص الكبيره، تمام؟ طيب نيجي بقى لحاجه برده مهمه جدا جدا، دي بقى بتزود لكم الانتاج بطريقه صح جدا، هي الوقفات. الوقفه يا جماعه، الوقفه البلاستيك دي تشيلوها من دماغكم خالص، سواء الطويله او القصيره. طيب القصيره ليه؟ القصيره دي يا جماعه بتعمل لبه، يعني بتعمل ايه؟ لما يجي الذكر مع النتايه يتكاثروا مع الضغط كده ومع حركه القص مع بعضه، فالوقفه البلاستيك بتطلع وتنزل تحت رجلهم، فبتعمل زي يعني ايه؟ بتحرك القص زياده، فبتخلي التزاوج مش في اكمل صوره. تاني حاجه، الوقفات البلاستيك ممكن تكون زي الوقفه اللي انا حاطه عليها قافله بيها مثلا باب ولا حاجه. الوقفه دي
بستخدمها بس مثلا عشان اقفل بيها باب، لان انا ما بحبش السلكه او اللي هي السوسته اللي بتقفل بيبان، لان انا جات لي حالات كتيره لطيور السلكه دي داخله في الحل، داخله من الفك نازله للحل، فاحيانا بتجرح الطيور. في هوايه سلكوا فيها او حبوها، انا الحالات اللي جات لي خلتني ما افكرش ان انا اجيبها حد. طيب الوقافه لازم تكون ايه؟ هقول لكم بمنتهى البساطه، شبه فروع الشجر على قد رجل الطائر. يعني ممكن نجيب كوكاتيل بنجيب له حاجه اتخن شويه، الزبره حاجه رفيعه تناسب حجم رجلها، الفيشر والكناريا كل حاجه لازم بعيننا نعرف حجم الطائر اللي عندي. واظن مقاسات الوقفات منتشره جدا في عند بائعي مستلزمات طيور الزينه. نيجي لحجم الوقافه، لازم حطوا في دماغكم لازم تاخد من اول لاخر القفص، ولازم تكون فيها يا اما المسمارين اللي هم بيتقفلوا دول اللي هم قلاوز كده شويه وعاملين فيها دايره وبتشبك في السلك وبتقفل وبتضيق بيها القفله بتبقى تمام. طب ليه دي انا بفضلها؟ لان دي مش بتتحرك ولا تقع بالطائر ولا الكلام ده كله، فبتبقى ثابته تحت رجل الطائر. تاني حاجة لازم اجيبها نوعها خشب، الخشب حلو جدا وكمان ما بيلمش فاش، لو انت بتنظف على طول مش هيلم فاش بنسبة كبيرة، ومفروض انه ما يلمش معانا فاش عكس الوقفات البلاستيك. الوقفات البلاستيك فيها تجويف من تحت فبتلم حشرات وبتلم مشاكل كتيرة وما بتبقاش حلوة، فنخلي بالنا برضو من النقطة دي. وضع الوقافة يا جماعة جوه القفص من اهم الحاجات اللي لازم تاخدوا بالكم منها، ان لازم تكون بصوا زي ما انتم شايفين كده في القفص بزاوية للقفص، او اذا كانت القفص عندكم العمق بتاعه كبير فممكن تتحط بطريقة يعني من العمق اللي قدام مش بالعرض القفص، تمام كده؟ لسبب، اولا بتدي مساحة للقص عندك انه يتحرك، تاني حاجة نبعدها شوية من وراء الطائر وقدام الطائر. يعني انا في الغالب بحطها في تلت القفص. ليه تلت القفص؟ لان انا مثلا في الكوكاتيل الديل عند الكوكاتيل عريض وحجم الطائر عريض طويل، فلو وقف على وقافة قريبة قوي من السلك ورا ظهره الديل في وقت التكاثر مش هيبقى واخد راحته ولا واخد الزاوية 45 درجة اللي مفروض يعني التخصيب يبقى فوق الممتازة. الزاوية 45 هي اضمن زاوية واحسن زاوية للتزاوج عند الطيور، بتضمن ان عنقود البيت بيخصب كله وان اللي ذكر بيعرف يخصب او يكسر النتاية صح. ارتفاع بقى الوقافة عن يعني سطح القفص من فوق او سقف القفص من فوق ده شيء مهم قوي، ما ترفعش الوقافة لفوق قوي فوق السلك قوي، بحيث ان هو بعينك كده تقدر تقيم الذكر والنتاية يقدروا في وضع التكسير يبقى الذكر واقف مرتاح، ما يكونش العرف مثلا او الريش بتاع التاج عند الطائر ما يكونش طالع من السلك من فوق، من اللي هو من يعني من القفص من فوق ما يكونش طالع، بحيث ان هو كده هيخلي الطائر عندك يضطر يوطي راسه شوية عشان يبتدي ياخد الوضعية السليمة في التخصيب. خلي بالكم النقط دي نقط فنية مهمة جدا جدا ونصايح مهمة جدا جدا بتسهل لك تربية الطيور وبتزود لك انتاجك. طول ما انت مرتاح اثناء تربية طيورك، طول ما انت هتراعيها صح، طول ما طيورك طالما ان انت ريحتها هتديك افضل واحسن واكبر انتاج ممكن تتخيله من طيورك. نيجي بقى برضو الحاجة كانت هتفوتني دايما بنساها، نصيحة مني ليكو لوجه الله، بلاش فكرة رمل القطط في العشوش. رمل القطط يا جماعة في العشوش ممكن يخلي الطيور بتاعتنا تاكل من الرملة دي وتسبب مشاكل كتيرة. هي ممكن تنظف البياضة وما تخليش فيها نمو حشرات كتير لانها بتكتل الراتي والاخراج عند الطيور، ولكن مشاكلها اكتر مع الفروخ ومع الاهالي، لان ممكن الاهالي لا قدر الله لو عندها نسبة تمليح لو استطعمت طعم الرملة دي او حبيبات الرملة دي هتاكل من الرملة، وما ادركوا الا يحصل بعد كده للطيور دي. فافضل حاجة النشارة الوسط للطيور في ايا كان نوع الطائر بقى او حسب نوع الطائر اللي عندنا ايه، هو النشارة الوسط بنجيبها وبنعفرها وبنحطها جوه البيضات بتاعة الطيور، بتبقى احسن حاجة واضمن حاجة. هقول لكم كمان على حاجة او نصيحة اخيرة بقى،
الوقافة الخاصة بالطيور زي ما انا قلت لكم هنخليها في تلت القفص، وفي الارتفاع الوسط يعني ولا هي فوق ولا هي تحت، ده اللي احنا قلناه في اول الفيديو. كمان من يعني من فوائد وجود الوقافة في المكان ده ان هي ما بتخليش ديل للطائر، الديل للطائر يكون الريش بتاعه متفتح. احنا احيانا بنشوف طيور بنلاقي الريش بتاعها منتف كده، ريش الديل وشكل الديل مش حلو، وكام ريشه واقعه وكام ريشه مفتوحه والريش شكله وحش جدا. ده بسبب ان اللي هي ان الوقافه قريبه قوي من ارضيه القفص، فبالتالي طول ما الطائر واقف رايح جاي على الوقافه السلك بتاع الوقافه ده بيفتح الريشه بيخليها منتفه كده وشكلها مش حلو ومش مكويه، فبالتالي الانتاج عندك هيقل. كل النصائح دي ان شاء الله باذن الله هتسهل لك تربيه الطيور، هتلاقيها متعه، هتلاقي متعه في تربيه الطيور، وكمان متعه زياده الانتاج، وان الطيور عندك تفرحك بزغاليل وفروخ تقدر تبيعها وانت مرتاح شكلا ومضمون وتطلب في السوق بالاسم. اعمل كل اللي انا قلت لك عليه من النصائح دي. يا ريت يكون فيديو النهارده قدرت الم لكم فيه حاجات كتيره خاصه بتربيه الطيور للمبتدئين، وكمان ما تنسوش بقى اللايك لو عجبكم الفيديو، وهستناكم في التعليقات لاي حاجه ناقصاكم او اي معلومه زي ما احنا متعودنا مع بعض اكتبوها لي في التعليقات، وانا بحاول والله ان انا ارد اول ما بشوف التعليقات موجوده عشان اسعف اللي هو كاتب لي التعليق. ما تنسوش بقى هيسعدني كتير قوي لو عجبك الفيديو وقدرت تستفيد منه انك تشترك في القناة عشان تفيدني واقدر افيدك بمعلوماتي المتواضعة. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. خلي بالكم على طيوركم ومستنياكم في التعليقات ان شاء الله.